السلام عليكم. عبد الخالق السنوسي رئيس جمعية العمل الاجتماعي لعمال النظافة بمدينة محمدية. حنا بهذا اليوم اللي هو فاتح ماي التي يصادف الطبقة الشغيلة العطلة ديالها اليوم العالمي، حنا كنحتفلوا بعامل النظافة في كل سنة كعادتها. شركة سيطة كتحتفل بعامل النظافة وكتقدم لي هذا اليوم كهدية، كأنه إنسان حتى هو وكيحس بالمردودية ديالو وكتكرمو. وكنعرضوا على جمعيات اللي كيجيو شاطرون الرأي وأطور وناس ديال الفاعلين الجمعويين، وكنشكروا الناس ديال الجماعة الحضرية ديال المدينة المحمدية اللي شرفونا، وتنشكروا مسيو غوجي اللي تي كل عام تيتكلف لنا بهذا الحفل اللي كيشرفنا وتيشرف الجمعية ديالنا وتيشرف العمال ديالنا وتيشرف المناضلين ديالنا. وحنا من هذا المنبر تنقولوا للإخوان مرحبا بكم، مرحبا بكم، ومزيد من العطاء لمدينتكم اللي هي مدينه الزهور. كنتمنوا لكم بهذه المناسبات اللي كنقدموا لكم باش تحفزوا وتزيدوا القدام، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معك الحسن المزاري، مسؤول استغلال بشركه سيطا البيضاء بمدينه المحمديه. اليوم هو 1 ماي، هو كيدير واحد الحفل اللي دابت شركه سيطا مع بالتعاون مع جمعيات الاعمال الاجتماعيه تنظموا كل سنه، هو احتفاء بالعامل هذا عامل النظافه الذي كيقدم واحد العماله واحد الخدمات جباره لهذه المدينه. وكل على طول العام هو كيبذل مجهودات باش ينظف هذه المدينه. وهذا واحد الحفل، هو كما كنقولوا حنا واحد رد، واحد التفاته بسيطه لهذه عامل النظافه. بمناسبه اليوم العالمي ديال فاتح ماي، كنشكروا جمعيه الاعمال الاجتماعيه لعمال النظافه مدينه محمديه شركه سيطا على هذه الحفاوه ديال الاستقبال. وكنتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم بهذه المناسبه ديال فاتح ماي، لان هاد الناس انا اولا وقبل كل شيء فين ما تنكون شي صلاح تنقولها، فهادو راهم خوتنا واصدقاء ديالنا. وسمع واحد الناس حنا كنحترمهم بزاف، لان لا داعي لنقولوا بزاف ديال الحوايج، ولكن بعد المناسبه ديال فاتح ماي كنتمنى لهم التوفيق ومسيره موفقه. والسلام عليكم.